بسم الله الرحمن الرحيم. ما تستغربوش ان كل يوم بعمل سمكه. في حد هنا جنب البيت قريب، الاوردر ده هو فرد واحد بعمله كل يوم السمكه او السمكتين على حسب طلبه. النهارده هنعمل سمكه السنجاري، اول امبارح عملناها مشويه وامبارح عملناها مقليه، النهارده هنعمل السنجاري. بنفتحها بنفس الفتحه من الظهر زي ما انتم عارفين اهو، باجي من هنا كده من عند الراس وافتحها واغسلها وانضفها كويس، ونفس التتبيلة اللي بعملها كل مرة، الجزر والطماطم وبصل وفلفل كل ده، واضربه في الكبة كده وابدأ أسقي السمكة بتاعتي كده من كل ناحية عشان اللحم بتاعها يشرب. النهاردة أنا هعملها في الفرن مش هعملها مقلية. الورق الفويل على قد السمكة كده ونقفل عليها. تمام، هندخلها الفرن ونرجع لكم تاني. بتاعتنا طلعت من الفرن، شغل السنجاري. السلطة وادي الجرجير وانا والشيف